عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. بما أنه توا موسم البرتقال قلت لازم نعمل حاجة بالبرتقال. اليوم اخترت باش نعمل كيك البرتقال، سهلة وبنينة. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات، ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد. وطوية لا نبدأ. أول خطوة نبدأ بسم الله. خذيت 4 بيضات بحرارة الغرفة، حطيت عليهم رشة ملح و 150 جرام سكر، أكثر من نص كاس شوي. نحاول نركض العظام والسكر مليح. نركض الخليط بالبي حتى لين يبيض. بعد حطيت عليه باكو فانيليا باش ننكه، وحطيت 150 مليلتر زيت. نبدا نصب بشويه ونركض في نفس الوقت، نصب شويه بشويه ونركض. كيف زيت حطيت 150 مليلتر عصير، نبدا نصب فيه بشويه على جنب ونركض في نفس الوقت. مغرفة صغيرة مبروش برتقال، وعندي 250 جرام فارينة نغربل ونحطهم بشوي بشوي. بكو خميرة 10 جرامات نغربلوه زيدا، ونبدأ نحرك بشوية وندخل فك الفارينة. كملت حطيت باقي الفارينة، نخلط بشوية وبعدين نركب. ما نكثروش التركيز في المرحلة هذه، ما كانش العظم يطيح والمفعول الخميرة يتنحى. خذيت القالب اللي مش نحط فيه ندهنه بالزبدة. من المفروض الخطوة هذه تتعمل قبل راهو، قبل ما نبدأ ونحضره كل شيء نحضره القالب متاعنا وندهنه بالزبدة كخطوة أولى هذيك، وبعد باش دوبا ما نكملوا نخلطوا الخليط متاعنا نلقاوه حاضر. حطيت الكوشة تسخن على 160 درجة. القالب متاعنا متاع كيكة مش كبير برشا، من الحجم مش كبير، 25 سنتيمتر على 11. الكيكة متاعنا قعدت 45 دقيقة تطيب. انتم كان حطيتوا في قالب اخر وعملتوها مثلا في شكل الجاتو، معناها تبدا مشي عالية، راهي تاخو وقت اقل. ديما الكيك ياخو وقت اكثر من الجاتو. هذه خطوة اختيارية للي يحب يزين الكيكة متاعو. اخذت 3 مغارف سكر محور، وحطيت عليهم شوية مبروش البرتقال، ولنا عندي عصير الليمون. نبدأ نصب بشوية ونشوف، تقريبا ربع كاس ولا حاجة، نصبه بشوية بشوية. منصبوش دفعة واحدة على خاطر السكر المحور فيه ساعة ما يتبل. نخليه خاثر شويه، ما نعملوش جري برشا. وهي خطوه اختياريه تزينوا كما تحبوا معناها باي طريقه.
اللي يحب الحلاوة يعملها، واللي ما يحبش حاجة حلوة برشا ما يعملهاش، على خاطرها الطبقة دي تبدا حلوة بزيد. بعد ما كملت غطيتها بالجلاساج، رشيت عليها شوية لوز مقلي ومهروش يعطيها بنة وقرمشة. اللوز رشوه فيسع قبل ما يشيح، على خاطر الجلاساج راهو فيسع ما يشيح. لنا حبيت نقصها ونشوفوها كيفاش جات. ريحتها فايحة ما شاء الله بالبرتقال، ياسر فايحة. وهذه الكيكة متاعنا متاع البرتقال، شوفوا ما شاء الله هاك اللون اللي فيها وكل الريحة ما شاء الله، ريحتها فايحة تبارك الله. وهشوشة، زد هشوشة على الاخر. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسيت، ان شاء الله تعملوها وتنجحوا فيها. وانتي كانك اول مرة تتعدى على قناتي وعجبك الفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة. نتلقى ان شاء الله في فيديو قادم، الى اللقاء.